الأسطورة بتقول إن كل لما يجيلك إمساك تاخد ملاينات، لأن الملاينات هي الحل الوحيد للتخلص من مشكلة الإمساك. لكن الحقيقة إنه الجلوس في وضعية القرفصاء حل صحي وعملي للتخلص من مشكلة الإمساك، وده لأنها بتسبب ارتخاء للعضلة المسؤولة عن الإخراج، فبيتم الإخراج بشكل سهل وسليم. مع القعدة الصحية Healthy Potty، صحتك في قعدتك.